الألوهية، يعني الله الإله المستحق للعبادة، براو. قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم كم لواحد، واحد بس، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، الله سبحانه وتعالى. براو، دار تدعو تسأل براو، ما تسأل غيره، زي ما انت بتصلي لي الله براو، في زول بيخدت له زول قدامه، زول عاقل كده يخدت له زول قدامه يصلي له، في ده عاقل عنده ايمان، ما ديل بيعملوه اهل الشرك. انت بتصلي لي الله سبحانه وتعالى، زي ما بتصلي لي الله براو في الشدائد تدعوه براو، وقال لك: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. براو تسأل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى قال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. تسأل الله والله بيستجيب لك سبحانه وتعالى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في واحد زمان اسمه عكرمة ابن أبي جهل، وبقى صحابي رضي الله عنه، قبل ما يبقى صحابي قال: لئن دخل محمد وأصحابه مكة لأفرن منها. قال: أصلا ما بجتمع أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. قال، وده بعد غزوة بدر، ومرت الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام جاء داخل مكة، وعكرمة ومعاه بعض المشركين ركبوا السفينة وراكبين ماشيين في البحر وهاربين من الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة. أول ما هاجت الأمواج، قبيل ما قال كذي لفظته، قال محمد وأصحابه، قال: هذا الذي قتل أبي وأصحابه، اللي هو أبو جهل قتلوه يوم بدر، قال: لا أكون أنا وهو في مكان واحد، لا أجتمع معه. أول ما ركبوا البحر ومشوا مشوا مشوا في البحر، والموج هاجت، الأمواج هاجت، والناس قالوا: شغلة دي تجيب غرق. طوالي بقوا شنو؟ قال: فقام كبار المشركين يستغيثون الله، ذكر ذلك النسائي والطبراني، الكبار من المشركين قاموا عليه حيلهم وبيسألوا في الله: يا رب نجينا من الكربة دي والبحر وكذا. وعكرمة جالس قاعد ضحك، ديلك الكفار الكبار راكبين واقفين فوق وبيسألوا في الله، وده عكرمة قاعد في السفينة بيقول: يا اللات ويا العزة ويا منات ويا هبل. هم بيدعوا في الله وهو بيدعوا في شنو؟ في الأصنام، في اللات والأوثان وكذا، العزة إلى آخره. قال: فصفعه أحد المشركين، واحد من المشركين أداه كيله في راسه، قال له: يا هذا أنت جديد في ديننا؟ تازول قال له: جديد في الدين ده؟ قال: وما ذاك؟
قال هنا لا ينفع إلا الله. هو قال لي والله قال لي قال لي مش نحن مشركين أي ونحن كفار أي والله قال لي أصنامنا دي بتشتغل برا البحر هنا شبكتها بتطيش مرة واحدة وهي برا جوا ذاتها برا هناك ذاتها ما بتشتغل لكن قالت نحن بتاع صلبطة ساي قال لي والله قال لي هنا لا ينفع ولا ينجي إلا الله تعالى الله بس قال له فقال لهم إذن علام الخلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال لهم انتوا اختلفتوا معه في شنو ما قال لكم نادوا الله قال لهم عهد لله علي لئن نجاني من هذه لأسلمن ولأبايعن محمدا صلى الله عليه وسلم بس قال لهم بس اللي نجيني من دي بس أول ما الله نجاه طوالي جرايع وجبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم فالله نزل القرآن قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون عكرمة ما مرق منهم لأنه بقى صحابي وأسلم ومن خيار الصحابة فالزول يا جماعة في الشدائد اسأل الله مش عربية دارة تنقلب هنا دي في الرخاء يسأل الله في ناس كذي في الرخاء بيسألوا الله وفي ناس في الرخاء والشدة بيسألوا غير الله في ناس في الرخاء بيسألوا الله اللي يرفع يديه يا كريم أكرمني يا رزاق أرزقني يا غفور أغفر لي يا تواب توب علي داير جنى يا وهاب هب لي ذرية صالحة كذا أول ما تجي والقربة بينسى الله والله يا مان عربية دارة تنقلب ما بقول يا الله بقول يا فلان هي دارة تنقلب بقول يا فلان الظريفة جابوا شيخ يتكلم في التلفزيون قال له عليك الله الشيخ أكثر موقف ضحكك شنو في الحياة دي شيخ بيعتقدوا فيه قال لهم والله أكثر موقف ضحكني مرة قال أنا راكب لي في عربية مظللة والعربية وحلت في الطين قال في ناس حلة جنبهم جمع على الوحل جمع قال بلزوا في العربية وأنا راكب جوا سامعهم بيقولوا يا شيخ فلان وقال لي عربيتي وأنا جوا ذاته قال بيقولوا يا شيخ فلان أمرقة وهو جوا قاعد ذا هم قال إنه هناك وهو أحلام يعني الشيخ ذاته وحي أزيدي يحلوها كيف ذاته الحيل الشيخ قاعد في العربية جوا وجابوا البرع في التلفزيون براحة قليل قال له الشيخ كذا الدين كرامة قال له إن في شيخ ده عنده نظرة خطيرة شيخ ده كان نظر لك كذب تبقى ولي طوالي بس نظرته لك كذب انت بتبقى صالح طوالي نظرة كذب والرسول شاف عيون الكفار وشافوا عيونه وبعد ده كفار عادوا بس ده يبقى كيف يبقي الناس ولي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الكفار ما بيقوا أولي ده قال اللي بيشوفه الشيخ ده بس أول ما نظرته تلاقي نظرتك كذي وشك انت بتبقى ولي قال الظريفة الشيخ ده أول ما مرق من بيته ما لاقى زول لاقى كلب قال فرأى الكلب نظر إليه فصار الكلب وليا لله الكلب قال بقى ولي كبير قال واجتمعت عليه كلاب المنطقة كلاب الحلة كلهم يتلموا بقوا دراويش بتاعنا الكلب ده قال فصاروا يعني بيمشوا بيمان قال حتى إذا مات الكلب ده لما مات قال دفنوه وأخذوا يطوفون بقبره ديل دراويش كلاب والله جاب كذي كرامة في التلفزيون حتى أنا كذاب أكتبها في النت بيجيبوا لك صورة وصوت بيتكلم وهي أصلا موجودة في كتاب لكنه نقلها وجابه في التلفزيون